بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة تحميل مجموعة من الألعاب الخفيفة على جهازك، والتي يعني لا تتطلب يعني مواصفات قوية على جهازك، فتستطيع مباشرة تحميلها وتثبيتها على جهازك وتشغيلها من دون مشاكل. الألعاب جميلة جدا، يعني سوف أقترح عليكم 6 ألعاب في هذا الدرس. سوف أعطيكم فقط يعني شرح لطريقة تحميل وتثبيت لعبة واحدة، وسوف تجدون يعني رابط أسفل الفيديو سوف يأخذكم مباشرة إلى يعني تدوينة على مدونتي. سوف تجدون شرح لباقي الألعاب، وأيضا سوف تجدون رابط تحميل اللعبة التي سوف نشرحها هي الأخرى في هذا الدرس. لا تكل ما عليكم فعل أحباب في الله على أساس تحميل أي لعبة، فقد تقوم بنسخ هذا الرابط في حال أتت اللعبة التي سوف تكون مضمونة هذا الدرس، تقوم بنسخها على يعني وضع الرابط في صفحة جديدة على الإنترنت، ثم تصبر يعني دائما العد التنازلي للأرقام، ثم تضغط على سالتار بيبليسيداد أو تجاوز للإعلان، واصبر بعض الثواني لحين ما يتم تحميل اللعبة، يعني لأن الرابط رابط مباشر يعني مباشرة بعد وضعه كما أشرت. ثم تصبر بعض الثواني وسوف يبدأ كما سوف تشاهدون التحميل. بعد اكتمال التحميل كما شاهدتم يعني بسرعة كبيرة جدا، لأن الألعاب التي سوف أقترح عليكم يعني خفيفة، تقوم بتثبيت اللعبة بالضغط عليها مرتين بطبيعة الحال الأمور يعني طبيعية. تصبر لحين ما تنبثق لك نافذة، تضغط على next 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 install، وتصبر لحين ما يتم تثبيت اللعبة. نفس الشيء بالنسبة لباقي الألعاب التي سوف تجدونها عبر الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو. بعد ذلك تضغط على finish، وكما سوف تشاهدون يعني فتم تثبيت اللعبة وحصلت على أيقونة على سطح المكتب. أيضا هناك الأيقونة على أساس اللعب يعني لعب اللعبة أونلاين. لازم بعد تثبيت أي لعبة فقط قم بالضغط عليها مرتين على أساس فتحها مباشرة على جهازك. في حال تأتي اللعبة لعبة سباق السيئة يعني الدراجات، لعبة جميلة جدا. هناك ألعاب كثيرة متنوعة كما أشرت، يعني سوف تجدونها انطلاقا من الرابط الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو. لهذا فسوف ندخل ونلعب يعني شوية اللعبة كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. ريس، ثم تختار يعني علينا نضغط على ستارت، وسوف نبدأ يعني في اللعب اللعبة. هناك ألعاب كما أشرت يعني في التدوينة، الألعاب يعني كرة السلة، سباق السيارات، بعض الألعاب اللعبة حربية إلى غير ذلك. مجموعة من الألعاب سوف تجدونها يعني خفيفة جدا على الجهاز. هذه لعبة سباق الدراجات أكثر من رائعة صراحة، يكفيك أنك تشاهد هذه المناظر الجميلة وأنت تتسابق يعني مع الدراجات الأخرى. بين الفينة والأخرى كما أشرت يعني كن من زوار يعني مدونتنا، لأنني سوف أضع بعض التدوينات الخاصة بالألعاب الأخرى بين الفينة والأخرى. أنا الحين الأول، يا سلام. علين علي سوف أخرج من اللعبة. لهذا أحباب في الله فقط يعني قم بالضغط على الرابط أسفل الفيديو، سوف يأخذك إلى تدوينة. هناك سوف تجد الألعاب التي سوف أقترح عليكم في تلك التدوينة. قم بالضغط على أي رابط سوف يأخذك إلى صفحة شرحت طريقة التحميل، وقم بتثبيتها وسوف تشتغل معك من دون مشاكل. ألعاب كثيرة كما أشرت يعني سوف تجدونها أسفل يعني من خلال الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو. في الأخير لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.tegle5.com والانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981fool. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.